اذا بدي اعمل كنترول سيستم ديزاين. كان شغال هاد ولا انا شغلته؟ اذا هاي عندي هون الموديل تبع المحرك، هلا بقدر استفيد من هاي النقطة هون حتى اطلع الكي، مش هيك؟ عند 240، لأنه هو عند 240 قديش التورك اللي بعطيني اياه؟ زيرو. فكأنه الكرنت فعليا زيرو. فهاي السبيشال بوينت اللي موجودة هون بقدر ما اطلعها قيمة كي، إذا فرضت إنه أوميجا بالراديانس بير سكند. فبصير عندي آت زيرو تورك اي اي بتساوي زيرو وتاو بتساوي زيرو. فبصير عندي في اي في هذيك اللحظة بتساوي كي 2 بسميها في أوميجا. ايش تكون وحدة كي؟ هل كي دايمنشنلس؟ لا. ايش لازم تكون وحدة كي؟ كي 2 بدها تكون فولت بير راديان بير سكند، عشان لما بضرب في راديان بير سكند يضل عندي فولت وتتساوى هاي وتكون هاي دايمنشنلي كوركت. في اي قديش قيمتها؟ 240، ما تغيرت طول الوقت هذا كلها 240 ضلت على كل الخط هذا. بتساوي كي 2، قديش كانت اوميجا عند النقطة هاي؟ 240 هي بالضبط قديش كانت؟ 237.5. إذا كي بتساوي تقريبا واحد، مش هيك؟ approximately واحد فولت سكند بير راديان، أو بتحب تحطها فولت سكند وتعتبر الراديان دايمنشنز. أوكي؟ فولت بير راديان بير سكند، فبصير السكند بيطلع فوق فبتصير فولت سكند، أو بدك تحطها فولت بير راديان بير سكند. يعني بإمكاننا نحط اليونت هاي واحد فولت راديان بير سكند ماينس 1. اوكي؟ بتصير هاي اذا بضربها في راديانز بير سكند بتعطيني فولت، فكي هون بالحاله هاي 1. اوكي؟